اليوم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش تحرير نظمات هذا المهرجان الخطابي ومعه ندوة علمية في الموضوع ديال الحدث اللي حنا كنحيوه وكنخلدوه اللي هو حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944. من المعلوم أن هذا الحدث التاريخي الجيلي والنوعي هو جدير بإحياء ذكراه وتخليدها باش نستلهم منه تلكم الرسائل البليغة والإشارات القوية والدلالات اللي كيحملها هذا الحدث التاريخي اللي مهد لاستقلال الوطن وحريته ووحدته وسيادته. فتاريخيا وثيقة المطالبة بالاستقلال يعني جاءت في 11 يناير 1944، وقد قام الوطنيون بتنسيق وتعاون وتشاور وتناغم مع جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف المغفور له محمد الخامس باش يعني يعدوا ويهيئوا هذه الوثيقة اللي جاءت يعني شاملة جامعة مانعة وتضمنت يعني مطلب أساسي اللي هو الاستقلال ديال الوطن بديلا على المطالب اللي كانت في السابق ديال إدخال إصلاحات سياسية مؤسساتية اقتصادية اجتماعية وثقافية. ولذلك كنعتبروا الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال يعني واحد المعطفة حاسمة في المسيرة ديال الكفاح الوطني اللي جعلت أن الوطنيين مع قيادة ديال السلطان سيد محمد بن يوسف يعني حسموا في الخيار اللي هو خيار ديال الاستقلال الوطني، إنهاء النظام ديال الحماية وتمكين البلاد من حريتها واستقلالها ووحدتها الوطنية. لذلك احنا كنحيو هذه الذكرى في كل سنة وماشي غير في مثل هذا المهرجان الخطابي ديال اليوم والندوة العلمية اللي واكبته، بل في سائر أرجاء التراب الوطني في كل النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية والفضاءات ديال الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير اللي عددها 103 ديال الفضاءات واللي كلها يعني كتحيي وكتخلد الذكرى من خلال واحد البرامج احتفالية وبرامج اللي فيها أنشطة تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية. والغاية والهدف هو إيصال كل الرسائل وكل المضامين ديال هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية للشباب والناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة لتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني ولتستلهم من الذاكرة التاريخية الوطنية اللي هي من أعز ممتلكات الشعوب والمجتمعات، تستلهم منها يعني تلكم القيم وتلكم المثل العليا ومكارم الأخلاق والسلوك المدني القويم اللي جعلها تواصل مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل البناء وإعلاء صلح الوطن المغرب الناهض والمتقدم تحت القيادة الحاكمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. المقاوم أحمد تنان، أنا شاركت في صفوف المقاومة في الدار البيضاء لما خدم الاستعمار على نفي محمد الخامس رحمه الله، كما شاركت في جيش تحرير بصحراء المغرب في بداية سنة 1958 وتطوعت في المسيرة الخضراء. هذه المناسبة اللي تنحيه اليوم هي تنعتبرها احنا هي بداية المقاومة ضد الاستعمار ونيل المغرب لاستقلاله. احنا في هذيك الفترة ديال 11 يناير كنا لازلنا شبان صغار، انا كانت السن ديالي في ذاك الوقت 11 عام وكاين اللي عنده 12 عام، ولكن هذيك الحركة اللي دارت في 11 يناير هي اللي بقينا تربينا فيها وتربينا في الاثار ديالها اللي بقات حتى 20 غشت. 20 غشت لما تم قام الاستعمار بنا في محمد الخامس رحمه الله، وقنا انفسنا حنا قد تشبعنا بروح الوطنيه، وحنا كنا تنقلبوا ذاك الوقت مع المشاركه في الاعمال الوطنيه.
جات المناسبه ديال 20 غشت فانخرطنا واحد المجموعه ديال الشباب انخرطنا في صفوف منظمات ديال المقاومه سواء في مدينه الدار البيضاء او الرباط او في مدن اخرى. اذا حنا تنعتبروا هذوك الناس هما اساتذتنا في الوطنيه اللي قاموا بتقديم وثيقه الاستقلال في سنه 1944 واسسوا مدرسه الوطنيه. اخذنا منهم الكثير وتعلمنا الكثير منهم، و في الحقيقه الشكر لهم الشكر الجزيل، لانه هذيك الفتره ما بين 11 يونيو 44 و 20 غشت تكونت واحد الاجيال ديال الناس اللي باغيين يحرروا البلاد الى اخره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.